اذا ستابهات بس لباريس بلاير نديم السعيد يلي رح بسرعه عم يستلم جيستو رح اخذ رايه بوقت نديم. يعني مباراه بالفعل خياليه اليوم وكانت مشهوره بكل معنى الكلمه. قد ايه كنتم امنين بعد ما تقدم فريق بيبوس بفارق كبير عليكم ترجعوا على الجيم ترجعوا تفوزوا فيها؟ لكن ادو باي 18 مثل ما انت قلت رجعنا جمعنا الشباب قلنا انه كرمال هالجمهور عن جد فول هاوس ويعني الساعة 12:30 يعني انا جيت عم صوت كم مليان الملعب قلنا بس انه رجعوا ردوا الفريق وبعدين كل حد سألوا حديث. رجعنا وتردنا الفريق عن جد لعبنا الكل لعيبه بنرفع لهم كوبا مع هالجمهور حلو هالجهاز الفني عن جد والاداره كلهم واقفين حدهم كلهم امنين بكل لعيب انه فينا نوصل. مشان هيك هالسنه بدي اقول لك انه الهومنتمن منا يعني هذا الفريق اللي عم بيحارب تيوصل فريقي رح يوصل. اذا انا بدي اشكرك اكيد نديم بروح لنشوف كمان.